السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. في البداية، إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. أصبحت فكرة مشروع الدمية الفارغة مشروع مربح هذه الأيام، وهو كرتون يحتوي على جسم أو دمية من القماش، ومعها باترونات للفساتين وأقمشة وشعر، ويترك لمن يشتريها تكملة المشروع وخياطة الملابس وتزيين الشعر. ومن الأفضل عند خياطة الدمية خياطتها بألوان عديدة، مثلا البيج والبني الفاتح والغامق. الباترون راح تلاقونه في صندوق الوصف. اخترت نوعين من القماش، قماش أبيض وقماش بلون البشرة، مثلا قماش يصير بلون البيج الفاتح أو الغامق أو البني. وأغلب الدمى الجاهزة يتم إنتاجها بكميات كبيرة متشابهة جدا مع بعضها، وأغلبها بلاستيكي. والدمى المصنوعة يدويا تكون آمنة ومن القماش ممتعة وناعمة الملمس وحديثة بنفس الوقت، ويكون مظهرها بسيط للسماح لمن يمتلكها بتطوير خيالهم ولعبهم الإبداعي. عند اختياركم لهذا المشروع للتجارة، الأفضل لكم العمل على تصميم باترون ونمط مميز لدميتكم، والعمل على جودتها حتى تكون لكم ماركتكم الخاصة بكم. ويجب أن تكون مراعية للشروط الصحية، مثل اختيار نوعيات أقمشة جيدة وحشوة صوف لا تسبب الحساسية، كذلك مراعية للشروط الصحية ولا تكون خطرة على الأطفال أو بها مواد حادة. القماش اللي راح أشتغل عليه عرضه 80 سنتي وطوله 40 سنتي، وبنوعين من القماش، قماش أبيض وقماش بلون البشرة، مثلا بني فاتح أو بيج أو بني غامق أو بني بلون الشوكولاتة. خياطة وصناعة الدمى هو نوع من السحر، لأنه يجلب الفرح للشخص اللي خيطها والشخص المتلقي لهذه الدمية. ومن الرائع أن يكون للبنت أو المرأة دخل إضافي من المال يكون مصدره من صنع يديها، ومن هذه الأعمال صناعة الدمى. وعند صناعة الدمى اشركوا أطفالكم بخياطة هذه الدمى، وفي اختيار ألوانها ونوع ملابسها، وراح يحبونها أكثر لأنهم مشاركين في خياطتها. وهذه الدمى تصلح توزيعات للبنات في حفلات ميلادهم أو في حفلات نجاحهم من المدرسة.
وفي هذا الصندوق تعليمات مفصلة لخياط الدمية من القماش، طولها 20 إنش أو 51 سنتيمتر، وتشمل الشعر وعدد 3 أقمشة لخياطة فساتين مع الباترونات، وباترون لشورت مع قلم لرسم العينين والأحذية، وبعض اللؤلؤ لعمل عقد للدمية. وهذه اللعبة مناسبة للأطفال فوق 7 سنوات والمراهقين، لكن الأفضل الصندوق يبعد عن الأطفال لاحتوائه على مقص وأبر تعتبر خطرة عليهم. ويحتوي الحشو على ألياف البوليستر المضاد للحساسية، ويمكن إنهاء هذه الدمية حسب ذوقكم، وعمل تسريحة الشعر ورسم العين وخياطة الملابس. والأفضل كتابة معلومات الدمية بهذه الورقة اللي أمامكم، مثلا المواد المستخدمة منها وطولها وغيرها من المعلومات، وكذلك التحذيرات في عدم استخدام الأطفال لها لاحتوائها على إبر ومقص حاد. وراح تلاقون في صندوق الوصف باترونات الفساتين وباترون الشورت. وبالنسبة للشعر تقدرون تستخدمون صوف ناعم ناسب للشعر، أو تستخدمون شعر خاص بالدمى، أنا طلبته من موقع علي إكسبرس، أو ممكن تلاقونه في محلات الخاصة بصناعة الدمى والأعمال اليدوية. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على برامج التواصل، مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف مثلكم أسفل الفيديو.